أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وتحية لكم من الضمن حاليا لمتابعة برنامجنا الصباحي صباح العيد وأجواء غير مع ضيفنا الأستاذ صاحب. اليوم احنا يعني كلش فرحين بتواجدك ويانا. نسولف اليوم على مسلسل حب في القرية، المسلسل اللي حقق نسب مشاهدة عالية، وحتى الآن لما يعرض على شاشة العراقية إلى جمهوره وإلى متابعي ومحبي يمكن يسترجع الذكريات، يمكن يعيش القصة من جديد. واني كمثال قلت لك اني سولفنا بالكواليس على الاحداث، خصوصا هي من الواقع. انا ما اعتبار انه اي مسلسل من الواقع ينجح، حدثنا عليه. بالكواليس سولفنا ما شاء الله، متابع جيد. مو متابع انت مالف المسلسل، انت كنت ويا استاذ ضياء سالم يعني. لا بس انا مش يعني القصه لا اشوفها واقعيه، يعني من تشوف مثلا الاب وتعامله ويا اولاده البنات، يعني تفاصيل اقول لا الله يساعد العالم، العوائل اللي عندهم هيك قصص وهيك مأساة وهيك تفاصيل يعني ومشاكل، خصوصا من ارض الواقع، فما بالك الان يعني، خصوصا الان اصبح عصر الماده، عصر المشاكل، خلينا نكون واقعيين يعني. اي شيء بالدراما هو مقصود. اي. اذا ما يكون بقصديه. فهذا يمر يعني مع الاسف يعني ما اريده يمر مرور الكرام، يعني لان هي الدراما حياه تنقل واقع. بالإضافة إلى أن إضافاتنا السيناريو يعني والدراما كيف تكون. بهذا المسلسل كل شيء بحكمة، كل شيء بدرس، لأن احنا اتفقنا بداية الدراما هي منبر من منابر التربية والتعليم، تعلم المجتمع. على سبيل المثال شفت أنت ما شاء الله حافظه كل حتى لقطاته وأنت جيد يعني بالمستقبل نستعين بيك لأنه تحفظ جيدا. ابو حميد الاستاذ الكبير. نعم. سامي قفطان، وتحياتنا لكل العاملين ورحم. نعم. الله ابطالنا اللي توفوا، محمود حسين وعلي داخل. نعم. بهذا المسلسل الله يرحمهم ان شاء الله رحمه ربي بروحهم، يعني تركوا اثر جميل. الاب. الاب. نعم. وتعامله مع الاولاد، تعرف اكو شيء اسمه القساوه. الاب كان كلش قاسي، حتى ماكو احترام يعني بطريقه. يعني الطريق هذا هم تترك اثر، انه هاي وحده من عشرات الرسائل المسجات اللي تمر اثناء المسلسل. يعني الاب كان عنيف قاسي مع اولاده، وشفت شلون تمردوا. نعم. وقلت ايش قلت عجباد بالكواليس؟ ها على اي على جواد قلت لك يعني شاف دربه بعد. شاف دربه بعد. ما يهتم لا الابو ولا ليش بسبب الظروف اللي يعني اللي ابوه سواه فيه. صحيح. يعني وانطلق، لانه انت ما تقدر يعني ما تقدر انت بعد يظل تفرض. نعم. تفرض وضعك على العمل. نعم.